انه تكون الوكيل متبعث. اذا استمر مع بعض ماده تقنيه يستخدمها الجسم في تقنيه قالوا حاجه اسمها مقدمات للصوره اذا لم تكن او شيء هذا مجرد تسميات. طبابة مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا اليوم، اليوم الخميس الجميل الونيس. اليوم طبعا 26 جماد الآخرة 20 فبراير الخميس. حلقتنا إن شاء الله اليوم حنتحدث فيها عن طب الطوارئ، فمرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذا العنوان المهم اللي حنتعرف عليه. كالعادة برنامجكم برنامج طبابة ساعة كاملة، حيناقش مواضيع مختلفة، وزي ما ذكرنا اليوم عنوان حلقتنا طب الطوارئ، حنناقشه بإذن الله في ساعة كاملة مع ضيفنا الدكتور فاروق علي، استشاري طب طوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. دكتور فاروق حياك الله معانا، أسعد الله جميع أوقاتك. أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا فيك دكتور، وأكيد يا مرحبا في جميع المستمعين الكرام اللي يسمعون الآن عبر أثير إذاعة ألف ألف. إن شاء الله اليوم نقدم لكم معلومات مهمة تتعلق بطب الطوارئ، لذلك أي شخص عنده سؤال أو استفسار تقدر من الآن جهز سؤالك وتطرحه عن طريق أرقام الاتصال المباشرة، الأول 011-21-78-585، الهاتف الثاني 012-61-61-100. أما بالنسبة للأشخاص اللي حابين يكتبوا رسائلهم وأنا أقرأها على الدكتور، تقدر عن طريق تطبيق الواتس أب 055-66-89-001 أو عن طريق تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM. حياك الله دكتور فاروق. الآن زي ما قلنا حنتحدث عن طب الطوارئ، وبداية دكتور نبغى نعرف المستمعين الكرام بطب الطوارئ، إيش هو دكتور بصفة عامة طب الطوارئ؟ للحقيقة هو طب الطوارئ هو تخصص قائم بحد ذاته، هو بيقدم الرعاية بشكل متساوي وغير مجدول. يعني المريض بيجيك أنت ما عنده موعد، بيجي على الطوارئ لا يعني بيكونوا عندهم إصابات تتطلب التدخل الطبي الفوري. يعني مثلا بيجيك أوقات مرضى، أنا بحكيك بالنسبة للأطفال، طبعا هو طب الطوارئ في عدة أقسام، في عندك طب طوارئ الأطفال، في عندك طب طوارئ الكبار، في عندك طب طوارئ الأمراض النسائية والتوليد، في عندك قسم للكسور والجراحات البسيطة. ممتاز. فأنا بتكلم يعني بشكل عام، زي ما قلت لك المرضى بيجوا غير مجدولين، يعني بيجي الطبيب عندك على المريض، بيجي على الطوارئ بشكل فوري لإصابته إذا كان من الكبار، ممكن يكون عنده ارتفاع في الضغط، ممكن يكون عنده آلام في الصدر، أو عنده ممكن بالجهاز التنفسي صعوبة في التنفس. فطبعا هذا يتطلب تدخل فوري للطبيب الموجود في الطوارئ لإعطاء العلاج المناسب واللي يخلي الطبيب المريض يشعر بتحسن فوري. ممتاز. هذا بشكل عام دور الطبيب الطوارئ اللي بيكون موجود على الدوام. يعني يا سلام. طبعا في بالنسبة لنحن لطب الأطفال، طوارئ الأطفال، طبعا أمراض الأطفال تختلف عن أمراض الكبار، شيء طبيعي. صحيح. فنحن في بالنسبة لطوارئ الأطفال نستقبل أكثر الأمور، يعني خاصة بأمراض بخلال فصل الشتاء، في عندك أمراض الجهاز التنفسي اللي هم بتعرف نحن بالعربي السهل بنقول الزكام، مريض كحة، الإنفلونزا، عنده حرارة. إيه نعم. أوقات بيجينا طبعا مرضى كمان بيكون عندهم حساسية في الصدر، بيكون عندهم كتمة، بيكون عندهم ضيق في التنفس. صحيح. بنشوف كمان أطفال ممكن أطفال حوادث، يعني مثلا
طفل واقع في عنده مشاكل في الـ في الـ في الـ شو اسمه في الـ في العظام او حادث سياره او شيء. طبعا هذا كله نحن يعني من شخصه اذا كان يطلب تصوير شعاع اشعه او شيء، فكل هذا كمان بيجي لعنا على الطوارئ. وفي بعد حالات التسمم كمان كمان مستقبلها في قسم الاطفال. جميل جدا. هذا طيب. بشكل عام يعني. نعم، خلينا الآن دكتور نتكلم عن موضوع الأقسام بما أنه تحدثنا عنه، اللي هو أنه تقريبا تذكرت لي قسم للأطفال وقسم للكبار وقسم للنساء وقسم للكسور، هل في أقسام أخرى غير هذه أو فقط هذه حتكون؟ لا لا، هو أكثر شيء طبعا. بس في يعني طبعا نحن قسم القسم في قسم كمان عنا يعني مثل ما بيقولوا طوارئ يلي بيكون بحاجة لتدخل سريع. في طبعا هم لهم قسم خاص كمان بالطوارئ، يعني مثلا بيجينا نحن اوقات بعض الاوقات مريض في توقف عنده في القلب وتوقف في الرئة، فطبعا هذا له قسم خاص بالطوارئ العناية المركزة يعني بتكون. ايوه حلو، اللي عندهم امراض في القلب وتحتاج يعني بشكل سريع التدخل. نعم هذا بيحتاج طبعا تدخل سريع جدا على طول يعني. فعلا، لأنه ممكن لحظات أو دقائق معدودة، وإذا ما تم التدخل من الممكن يعني لا سمح الله تؤدي للوفاة. طبعا طبعا أكيد. طيب دكتور خلينا نقول ليش إحنا بنقسم الطوارئ إلى عدة أقسام؟ ليش ما يكون مثلا كله خلينا نقول قسم واحد كامل مثلا بيضم كل أنواع الطوارئ؟ ليش بيكون في أقسام مختلفة للطوارئ؟ هو شوف، هو قديما يعني هي تاريخ بشكل عام تاريخ طب الطوارئ يعني بلش بالسبعينات. طبعا في هذا اول شيء بلش في الولايات المتحده الامريكيه. هم كان بالاول اصلا هذا الاختصاص ما كان موجود، وقت كانت تجي اي حاله حرجه كان يشوفها الطبيب الموجود في المستشفى، خاصه اطباء العائله تمام او اطباء الباطنيه او الامراض الجراحيه. بس وقت يلاقوا انه والله الاعداد عم تتزايد والمرضى كتير عم يجوا اوقات بدون اي مواعيد وحالات حرجه، فطبعا قرروا يعملوا هذا القسم ويعملوا له اختصاص خاص. ممتاز. اختصاص طب الطوارئ تمام. هلا بتقلي ليش في اقسام؟ طبعا لانه الامراض او انواع الامراض تختلف عند الكبار، زي تختلف عند الكبار وعند الصغار. وعندك مثل ما قلت لك في امراض الامراض النسائيه او الحوامل، او كثير نستقبل حوامل مع نزيف تكون جاي مع ارتفاع في الضغط، هذا كله كمان يعني اختصاص بحد ذاته. فطبعا فمشان هيك في اختلاف او في اقسام باسم الطوارئ. مثلا الاطفال طبعا امراض الاطفال تختلف عن الامراض اللي بتكون عند الكبار. وزي ما قلت لك الأطفال نحن مثلاً بيجينا كتير حالات حرارة عالية أكتر شيء، من الأهل بيكونوا جايين خايفين. نحن طبعاً دورنا نكون يعني إنه نطمن الأهل، نعمل له الرعاية المباشرة دغري، مثلاً كيف ننزل له حرارته، أو كان بيكون جاي عنده كتمة صعوبة في التنفس. فمشان هيك صاروا عملوا يعني عملوا أقسام في الطوارئ، قسموها لكبار ولصغار لحوادث ولأمراض نسائية. ممتاز. كل واحد عنده يختلف عن الثاني. صحيح. طيب يعني خلينا نقول كمان يا دكتور إنه الهدف من إنشاء طب الطوارئ إنه سرعة التدخل في بعض الحالات الحرجة اللي بتحتاج إلى تدخل سريع، وهذا طبعا اللي بيفرق ما بين خلينا نقول مستشفيات العادية اللي بتقدم خدمات صحية عادية، وما بين المستشفيات الكبيرة المتميزة اللي بتقدم خدمات جدا عالية مثل مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمختلف طبعا مواقعها في الدمام أو في الرياض أو قريبا في جدة. يعني بتقدم أقسام متفرعة عشان يكون في سرعة في التدخل في بعض الحالات اللي نحتاج إنه إحنا نتدخل فيها بحيث إنه نحسنها ونوصلها لمرحلة بعد كذا نبدأ ناخذ أريحيتنا في موضوع العلاج. فالآن دكتور نبغى نتكلم أكثر عن موضوع يعني طب الطوارئ في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، كيف بتتعاملوا مع الحالات اللي بتجيكم مباشرة من الإسعاف خلينا نقول إلى المستشفى الآن، فإيش التعاملات أو الإجراءات الأولية اللي بتتخذونها أثناء وجود هذه الحالة الطارئة؟ طبعا نحن حسب الحالة، لأن نحن عنا إذا تفوت على اسم الطوارئ في قسم قائم بحد ذاته
تمام. في طبعا المين جيت اوف يعني الباب الرئيسي للدخول الى الطوارئ. اول ما المريض بيدخل في عندنا الفيجوال ترياج او يعني في ممرضه خاصه هي بتشوف المريض ودغري بتحدد او بتفرز لوين بده يروح المريض. هل بده يروح على العنايه دغري على يعني العنايه المركزه غرفه العنايه المركزه او ممكن جاي مريض عادي كحه وزكام وكذا. فهي في هذا اول ما بدخل الطوارئ. بعدين بيصير فرز للحالات وبيصير فرز الحالات حسب خطوره الحاله. اذا في عندنا نحن طبعا في عندنا ترياج او فرز الحالات وفي عندنا خمس اقسام لفرز الحالات او خمسه جريد خمس درجات عفوا. الدرجة الأولى يلي هي بتكون مباشرة في تدخل سريع على طول، هذا اللي بيكونوا اللي جايين مثلا عندهم جلطات دماغية أو جلطات قلبية، فهذا حسب الدرجة بيصير التدخل للمريض. جميل. طيب الآن موعد فاصلنا الأول. أستاذنك دكتور فاروق، أستاذ جميع المستمعين الكرام اللي بيسمعون الآن عن طريق إذاعة ألف ألف، حنطلع لهذا الفاصل الأول وأكيد حنرجع إن شاء الله نستكمل الحديث أكثر عن موضوع طب الطوارئ، فلحظات قليلة ودقائق معدودة ونرجع إن شاء الله نستكمل. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، رجعنا لكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة ألف ألف في برنامجكم طبابة، موصلين الحديث أكثر عن موضوع طب الطوارئ مع سعادة الدكتور فاروق علي استشاري طب طوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. دكتور فاروق حياك الله من جديد. حياك الله. يا هلا مرحبا. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا الآن دكتور نواصل الحديث أكثر، ممكن احنا يعني تحدثنا قبل شوي عن الاجراءات اللي بيتم تنفيذها مع الشخص اللي بيجي في طب الطوارئ. في العاده المريض لما بيجي بيكون في استقبال، في يعني خلينا نقول ياخذ بياناته وكذا والى اخره، لكن طب الطوارئ اكيد بيختلف، فعلى طول بيتم الاجراءات اللي هي العلاجيه او الاشياء الاساسيه اللي بيتم اجراءها مع نفس الحاله حسب ضروره التعامل معها. فالان دكتور نبغى نتحدث عن الحالات اللي أنتم بتستقبلوها في طب الطوارئ، ودنا نتعرف على نوعية هذه الحالات. تمام. شوف بالنسبة للحالات اللي بنستقبلها، نحن نستقبل في الطوارئ كل أنواع الحالات. خلينا نبتدأ بالحالات الكبار. حالات الكبار الطوارئ يعني في طب الطوارئ الكبار المرضى الكبار يستقبلوا مختلف الحالات زي ما قلت لك، من الحالات الحرجة جدا إلى الحالات الخفيفة المتوسطة. وطبعا زي ما حكينا في الأول أن المريض بيجي بفوت على الطوارئ بنعمل له تقييم وبنعمل له بتاخذ العلامات الحيوية من حرارة من ضغط من التنفس من كل الأمور الحيوية بتتاخذ، وبعدين بفوت عند الطبيب. بالنسبة لأنواع الأمراض الأطفال، بالأطفال طبعا الأطفال زي ما قلت لك تختلف عن الكبار. نحن بالأطفال عندنا موسمية الأمور، يعني مثلا بأيام الشتاء بنشوف أكثر شيء أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال يلي هم ممكن يكون عندهم. طبعا إذا نحن عندنا هون في كتير أطفال بيعانوا من الحساسية في الصدر أو الأزمة من إلا نحن، فبيجوا في بحالة صعوبة في التنفس، فطبعا هذا بيتخذ الإجراء دغري مباشر وبيتحط له العلاج اللازم وبيتراقب مراقبة دقيقة حتى يرجع نفسه طبيعي ويرجع عنده الأكسجين طبيعي. فإذا كان وضعه أوكي ستيبل ممكن يطلع على علاج ويكمل علاج في البيت ويتابع مع الاستشاري اللي هو اختصاصي بهذه الحالات. إذا كان وضعه ما تحسن طبعا هذا يتطلب الدخول ويشرح للأهل شو أسباب الدخول وليش لازم يدخل وشو الأنواع أو شو العلاج اللي لازم ياخده في المستشفى. ممتاز. طيب طبعا في عفوا. نعم تفضل دكتور. طبعا هذا عم بحكيك أنا بالنسبة للأمراض الموسمية بالأطفال زي ما قلت لك
الشتاء في عندنا امراض الجهاز التنفسي اكثر شيء. بيجي عندك طبعا الحوادث زي ما قلت لك، ممكن بيجينا طفل واقع مثلا ما عم بيقدر يمشي، طبعا بناخذ كمان نحن بدري بنعمل له صوره، بنتصل بالطبيب العظام الموجود على الموجود على الطوارئ، بنشوف الصوره بنشوف اللازم وبنعمل له كمان العلاج اللازم. هذا بالنسبه للاطفال. طبعا بالصيف يعني في فترة الربيع وانت وطالع للصيف بيجيك امراض تختلف بقى عن الشتاء، اللي هم اكثر شيء الالتهابات في الامعاء، اللي الطفل بيجي عنده استفراغ وعنده اسهال وقلق في البطن، كمان هيدي بتاخذ لها الاجراءات اللازمه اذا كان بده علاج دوري فوري، تدخل بيصير سريعا اذا كان بيشكي من اي جفاف او اي خمول. هذا كله طبعا في الطوارئ بينعمل للاجن، وبرضو اذا كان اوكي وستيبل وتحسن بيطلع على البيت، اذا كان انا وضعه ما ستيبل وما تحسن بنركضه في المستشفى مشان تكمله العلاج. هذا بالنسبه عم بحكيك انا للاطفال. تمام، الأضل طبعا يختلف كليا عن البديات عن الاطفال، لانه الامراض عندهم تختلف عن امراض الاطفال. بالنسبه بتاعت الامراض الكبار ممكن في ضغط، ممكن في سكر، ممكن في امراض في الشرايين القلبيه، يعني هذا شيء يختلف. طبعا كمان نفس الشيء بتاخذ كل الامور اللازمه تتاخذ، المريض كان بياخذ العلاج اللازم في الطوارئ، اذا تحسن اوكي بيصير بيطلع على البيت، ما تحسن كمان بيدخل المستشفى. هذا ان جنرال يعني. ممتاز. طيب ابغى اذكر بارقام التواصل عشان نتيح الفرصه لكل المستمعين لطرح اسئلتهم. الهاتف الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. أما بالنسبة لتطبيق الواتس أب 055-66-89-001. وبالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام تقدر من خلالها أيضا طرح سؤالك واستفسارك @ألف ألف FM. جميل دكتور، الآن ننتقل لموضوع الأطباء اللي خلينا نقول متخصصين ومتواجدين في طب الطوارئ. يعني نبغى نتعرف على نوعية هؤلاء الأطباء اللي بيشرفوا على الحالات القادمة إلى الطوارئ، من هم، إيش تخصصاتهم، إيش الإجراءات اللي بيعملوها يعني. تمام. شوف نحن في الحديد للحقيقة في عنا سيستم معين في الطوارئ. في عندك عم بحكي بشكل عام، كان بالنسبة للكبار ولا للأطفال. في عندك بيكون موجودين دائما على الدوام، في عندك تيم ليدر اللي هو بيكون قائد المجموعة اللي بتكون على الشفت على الدوام. أو مثلا نحن عندنا 3 شفتات 8-4-4-12-12-8، يعني على 24 ساعة في عندك موجود استشاري موجود في الطوارئ. تمام، هو الاستشاري بيكون هو يعني هو بيكون الليدر أو بدك تقول المسؤول بخلال دوامه عن أي حالة تجي على الطوارئ، إن كانت حالة حرجة ولا كانت حالة بسيطة. ومعه طبعا في أطباء موجودين أخصائيين، كمان أخصائيين طوارئ. طبعا المريض بينفحص وبيشاف وبيصير طبعا بيصير نقاش بين الاستشاري وبين الأخصائي بالحالة الموجودة، وبتاخذ القرار بمشاركة الاستشاري. تمام، فمشان ما يصير اي يعني مثل ما يقولوا اي يعني الاستشاري لازم يكون على علم بكل الحالات اللي بتدخل على الطوارئ. جميل، فبيكون يعني في فريق كامل متواجد طبعاً بحيث انه يدير هذه المواضيع. طبعا في استشاري، في معه اخصائيين بيشوفوا المريض وبيناقشوا الحاله مع بعض وبياخذوا القرار مع بعض، يعني هل هالمريض يحتاج دخول او يحتاج لعلاج الفلاني او شيء. تمام، هذا القرار بيتاخذ بمشاركه الاستشاري الموجود في الدوام.
زي ما قلت لك نحن الاستشاريين في الطوارئ موجودين اوفر 20 على 24 ساعة. يا سلام. وعشان دكتور نكون يعني خلينا نقول احقاقا للحق انه هذا الشيء موجود في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب في مختلف فروعه طبعا في سواء في الدمام او في الرياض وقريبا سيكون في جده ان شاء الله. فهنا احنا نتحدث ايضا عن تقديم الخدمه الصحيه ونوعيتها. يعني في مثلا مستشفيات ما بتقدم بنفس هذه الجوده ونفس هذه النوعيه والاهتمام بالشخص اللي بيجي. يعني انا حسب معلوماتي مستشفى الحبيب عم بحكيك بالمستشفى الشرقي بالمنطقة الشرقية هنا. نعم. الوحيد المستشفى الخاص طبعا المستشفيات الحكومية طبعا نحن ما في إلى وضع خاص كلهم عندهم طوارئ كذا، بس نحن عم نحكي بالاسم الخاص بالمستشفيات الخاصة هو المستشفى الحبيب الوحيد يلي عنده نظام طوارئ كامل. كيف؟ يعني ما بتلاقي المستشفيات الثانية عندهم طوارئ والله استشاريين وأخصائيين وكذا. صحيح. بس بالحبيب هنا موجود هذا الكلام. يا سلام. بس طبعا بالمستشفيات الحكومية زي ما قلت لك تختلف، بس عم بحكي أنا عن الاسم الخاص المستشفيات الخاصة. أكيد صحيح. ودائما دكتور يعني الخدمة الصحية نفسها ونوعيتها بتتحدث عن نفسها، ودائما الشخص اللي بيراجع في المستشفى هو اللي بيتكلم عن هذه الخدمة. يعني كثير نسمع أشخاص بيروحوا لمستشفيات الدكتور سليمان حبيب وبيطلعوا مبسوطين. ليش؟ لنوعية الخدمة اللي بيقدمها نوعية جدا رائعة، حتى في يعني لدرجة أنه في تواصل ما بين نفس المستشفى والمريض حتى هو في بيته أنه كيف صحتك خاصة بعض الأمراض اللي تتعلق. أكيد المريض في فريق عندنا فريق خاص بالمستشفى. صحيح. بتواصل مع المريض بعد ما يطلع من المستشفى وبتطمن عنه وبيسأل عن الخدمة اللي تقدمت له، هذا شيء مهم جدا أكيد. يا سلام. طيب قبل ما عندنا الآن طبعا فاصل، فحذكر بس بأرقام التواصل قبل ما نطلع الفاصل. الهاتف الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-6161-100، تطبيق الواتس أب 055-66-89-001، وطبعا تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM، تقدر من خلاله تطرح سؤالك واستفسارك. نطلع فاصلنا الآن وحنرجع إن شاء الله نواصل حديث أكثر عن طب الطوارئ مع سعادة الدكتور فاروق علي. خلوكم معنا على إذاعة ألف ألف. يا أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث عن طب الطوارئ مع سعادة الدكتور فاروق علي استشاري طب طوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. طبعا أبرز الأشياء اللي تحدثنا عنها في الوقت الماضي أنه في أقسام مختلفة لطب الطوارئ. فكرة طب الطوارئ أنه هو إحنا بنساعدك في الحالات الحرجة المستعجلة اللي تحتاج تدخل مننا كأطباء ومختصين، بحيث أنه إحنا نساهم في علاج هذه المشكلة لين توصل لخلينا نقول المنطقة الآمنة، بعد كده نبدأ إجراءات العلاج بشكل أكثر يعني دقة وفي الوقت يعني الآمن خلينا نقول. طبعا تكلمنا أنه في مجموعة من الأقسام، قسم للكبار، قسم للأطفال الصغار، وقسم أيضا للنساء، وقسم للكسور. يعني في أقسام معينة، هذه الأقسام بتساعد أنه التخصصية في موضوع العلاج، وأنه الطبيب المختص في هذا القسم أنه يعرف خلاص هذه الحالة من ضمن اختصاصي، فأنا أبدأ بالإجراءات اللي مفترض أنه أسويها كتخصص خاصيني. طيب نرجع معك دكتور فاروق، الآن نبغى نتحدث عن أكثر الأمراض الشائعة اللي بتستقبلوها في طب الطوارئ. أكثر الأمراض الشائعة زي ما نحن في طب الأطفال طبعا. نعم أيوه بالتحديد. أنا كاستشاري أطفال زي ما قلت لك نحن أكثر الأمراض اللي نستقبلها هم ثلاث أنواع. في عندك أمراض الجهاز التنفسي، في عندك الحوادث، في عندك التسمم، تمام عند الأطفال. طبعا الجهاز التنفسي ينقسم إلى عدة أقسام. في عندنا
أمراض الجهاز التنفسي التي تصيب المسالك الهوائية العليا وفي عندك المسالك الهوائية السفلى. تمام. فطبعا أكثر شيء هم يعني أكثر شيء اللي بيصيبوا المسالك الهوائية أو المجاري الهوائية العليا، يعني مثل التهاب في الحنجرة، التهاب في الـ في الـ في الأذن الوسطى، بيجي مع زكام مع جحة، يعني هالأمور هاي دي بنشوفها كتير في أيام الشتاء. تمام. صحيح. بالإضافة إلى ذلك في أمراض تنفسية ثانية زي الأزمة الحساسية، فكتير بنشوفها بجينا كتير أطفال عندهم كتمة، في صعوبة في التنفس، عندهم الأكسجين بيكون مش طبيعي نازل عن الحد الطبيعي، كمان هذه بنشوفها في الطوارئ، وطبعا يتم التعامل معها بدقة، يعني بنعطى المريض العلاج اللازم، وإذا كان وضعه بعد العلاج اللي أخده في الطوارئ تمام وضعه كويس، تحسنت كل الأمور عنده، النفس رجع طبيعي، الأكسجين رجع طبيعي، كله هذا تمام، بنعطى العلاج وبيكمل علاجه في البيت. إذا وضعه ما كان تحسن ولسه وضعه منه يعني تحسن تحسن ملحوظ، فطبعا بنطلب نحن بنشرح للأهل وبنطلب منهم أنه المريض الطفل لازم يدخل في المستشفى مشان تكملة العلاج اللازم. يا سلام. جميل. طيب دكتور، في طبعا مداخلة وسؤال وصلنا من أحمد أبو حمد، أحمد اليامي أبو حمد، يقول ما هو تصنيف الحالات بالطوارئ عالميا؟ هذا السؤال الأول. طبعا السؤال الثاني يقول كيف يختلف قسم الطوارئ عن العيادات؟ وشكرا لكم على الموضوع، والموضوع الهام جدا. نعم، نحن تصنيف الحالات بنصنفها حسب الكنديان، يعني حسب التصنيف الكندي. تمام. في عندنا خمس أصناف للحالات الطارئة، يلي هو هيك مسميه 1 2 3، رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5. تمام. تصنيف الحالات، الرقم يلي هي تحت الرقم 1 يلي هي بتكون حالات الحرجة جدا جدا ويتطلب التدخل الآن السريع مباشر، يعني بيجيك المريض على الطوارئ، يا أما بيكون عنده توقف في التنفس، أو بيكون في غيبوبة، أو بيكون في أمور حرجة، فهذا تدخل سريع، هذا بيكون تحت التصنيف الأول. تمام. نعم. والتصنيف الثاني يلي المريض بيكون أقل، يعني حالته بيكون أقل حرجا، يعني ممكن يكون جاي بكتمة شديدة، بارتفاع في الضغط، ممكن جاي بألم في الصدر، كمان هذا يتطلب كان تدخل سريع، بس مش يعني زي الحالة الأولى يلي بيكون ما في عنده تنفس أو عنده دقات قلب موجودة. تمام. خلال 10 دقائق ماكسيموم بيكون المريض دخل الدكتور موجود، ونعمل له لازم زي مثلا نقول مونتاج تخطيط كهربائي للقلب، تدخل سريع بإعطاء أدوية. الحالة الثالثة بيكون كمان أقل، يعني هيك يعني هو بيتقسموا كده، واحد يعني من الأول رقم واحد هو اللي أكثر حرجا، الثاني أقل، الثالث وكذلك إلى الحالة الخامسة يلي بتكون هي باردة، والحالات الباردة يلي جاية بزكام بجحة ما في حرارة، يعني جاية حالات بسيطة. هذا تصنيف الحالات عالميا، هذا نحن يلي متبعينه تصنيف الحالات المتبع عنا في الحبيب بشكل عام. ممتاز. هو التصنيف الكندي. تمام. جميل. بالنسبة لاختلاف قسم الطوارئ عن العيادات دكتور؟ أي طبعا زي ما حكينا نحن قسم الطوارئ يختلف عن العيادات، لأنه العيادات عادة وقت المريض بيجي على العيادة يكون قرب، يعني يكون عادة أخذ موعد مجدول، يعني عنده موعد مع الدكتور الاستشاري اللي هو طالب يتعالج ابنه عنده أو يتابع عنده، بيروح بناء على موعد مسبق، فقليل نادر جدا انه يستقبلوا حالات طارئه، مثلا حالات حراره عاليه او شيء، عارف كيف، او عندهم المرضى كتمه او شيء. الحالات اللي بتجي على العيادات هيدي بنكون حاله طارئه بيبعتوها على الطوارئ دغري، اذا كانت حرارته عاليه زي ما قلت، او اذا كان عنده كتمه او شيء. هلا بينما بالطوارئ نحن نستقبل كل الحالات بدون اي موعد، يعني ممكن المريض
يجي على الطوارئ على الريسبشن يسجل يخرج من على يتاخذ بالعلامات الحيويه ويفوت الطبيب مباشره وبينكشف عليه وبيتعالج وبياخذ العلاج الثاني. هذا الفرق بين العيادات وبين الطوارئ. العيادات زي ما قلت لك يكون رايح مبرمج يعني عنده موعد بيروح على العياده على موعد محدد، بينما بالطوارئ بيجي في اي وقت وفي اي زمان وما عنده اي موعد ولا اي شيء يفوت على الطوارئ. جميل، وضح الدكتور. طيب في سؤال كمان من تطبيق الواتساب، طبعا السلام عليكم، هل صحيح لمن جرح جرح عميق وكان ينزف هل يوضع عليه ثلج بكيس نايلون ملفوف بقماش؟ يعني هو يسأل الدكتور عن هذه المعلومة هل هي صحيحة أو لا. شو هو عفوا انه في حال انه كان الشخص بينزف نزيف يعني عميق يوضع عليه ثلج بكيس نايلون ملفوف بقماش؟ لا، هو المفروض يصير يعني يعمل له بريشر، يعني نحن لو يقولوا ضغط على الجرح تمام على محل الجرح يكون بيعملوا ضغط قوي مشان يوقف النزيف. هذا الافضل حال لبين ما يوصل على المستشفى. ممتاز، زي ما بنشوف يعني في الافلام دكتور. اي نعم مظبوط، جميل جدا. طيب ذكر بارقام التواصل قبل ما نطلع فاصلنا، الهاتف الاول هو 011-21-78-585. الرقم الثاني 012-61-61-100. أما بالنسبة لتطبيق الواتساب فهو 055-66-89-001. تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM. في آخر تغريدة أو من خلال منشن تقدر تطرح سؤالك واستفسارك، بإذن الله أنه نجاوبك على سؤالك. طيب الآن هو موعد فاصلنا الأخير، وطبعا دقائق معدودة حنطلع هذا الفاصل نأخذ فيها نفس وحنرجع نواصل أكثر وأكثر عن طب الطوارئ ونقدم نصائح ختامية مع سعادة الدكتور فاروق علي استشاري طب طوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب. فخلونا نطلع هذه الدقائق البسيطة وحنرجع إن شاء الله نكمل، خلوكم معنا. حياكم الله من جديد، نواصل الحديث أكثر معاكم عن طب الطوارئ مع سعادة الدكتور فاروق علي استشاري طب طوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. طيب الآن استاذنك دكتور فاروق، بس ناخذ الاتصال هذا معنا أخونا عبد الله. تفضل أخوي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. عندي والله سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول، إيش الإجراء الصحيح في مثلا لو افترضنا أنه قطع بالإصبع يعني انفصل الإصبع عن اليد، إيش الإجراء الصحيح وقت هذه الحالة؟ ثانيا، هل هو صحيح البخاخ على الجرح الخارجي كافي عن الشاش؟ يعني أنا مرة رحت للمستوصف خاص قال لي إذا ما يحتاج أن يحط لك شاش وقطنة، قال لي كفي هذا البخاخ أنه بإذن الله أنه يحميك عن الموية والهواء. هل هذا الإجراء صحيح؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. يعافيك، شكرا لك أخوي عبد الله. تفضل دكتور. والله ممكن بس في أول سؤال ما فهمته بالضبط، ممكن تعالج لي والله. طيب أخوي عبد الله، طبعا هو كان يتكلم عن بالنسبة لأصبعه أنه راح عند الطب الطوارئ فقال أعطوه بخاخ، يعني فهو كان يسأل يعني هل هذا الإجراء صحيح؟ أصبعه مجروح يعني؟ كان أصبعه مجروح وراح الطوارئ عطوه بخاخ؟ أي لا ما بيصير، لا المفروض إذا كان في جرح بينشاف وبيتعقم تمام؟ ممتاز. وحسب الجرح، هل كان هو إذا كان جرح عميق ولا بسيط، عرفت لي كيف؟ إذا كان عميق هذا طبعا بده يكون لازم ممكن له يحتاج تقطيب، عارف كيف؟ إذا كان جرح بسيط يعني مش غير يعني مش داخل الجلد على الآخر يعني مش غميق، لا ممكن طبعا علاج عادي بتنظف وبنحط له زي ما يقولوا درئر شاش معقم
ومشان يدل ما يتعرض للالتهابات أو شيء. ممتاز. طيب سؤالي لك كمان دكتور قبل الأخير طبعا، هل في فرق في التعامل مع الأطفال وما بين الكبار في طب الطوارئ؟ هل في إجراءات مختلفة مثلا ما بين هذولا وهذولا؟ إيه طبعا أكيد في فرق كبير طبعا. طبعا الطفل بتعرف بجيله، نحن الطفل ما في أطفال ما بتعرف يعني ما تعبر عن الأوجاع اللي عندها أو عن الأمور أو عن المرض اللي عنده، عرف كيف؟ فطبعا هذا نحن كله من خلال حديثنا مع الأهل وناخد شو السبب اللي أدى إلى الوصول لهالحالة عند الطفل، بالإضافة إلى العلامات الحيوية اللي بناخدها عند الطفل، بالإضافة إلى الفحصنا السريري يلي بنعمله على الطفل، هذا كله بيؤدي إلى وصول إلى تشخيص. تمام؟ ممتاز. بينما عند الكبار يختلف. الكبير بيقول لك أنه أنا عندي وجع بالصدر، عندي وجع في الخاصرة، عندي مثلا صعوبة في التنفس، عندي الأدلت. الكبار يختلف طبعا، وكذلك يختلف أنواع الأمراض ما بين الأطفال وبين الكبار. ممتاز. طيب دكتور الآن عبد الله رجعنا من جديد حيوضح سؤاله أكثر، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. سؤالي يا دكتور، الإصبع لو انفصل عن اليد، انفصل نهائيا قطع، تمام؟ إيش الإجراء الصحيح إذا كان أنا بعيدا من المستشفى؟ يعني عشان أوصل المستشفى يبغالي ممكن تقريبا حوالي نصف ساعة. إيش الإجراء الصحيح إني أحافظ على هذا العضو المنفصل نهائيا لو تم القطع، يعني سكينة أو بآلة حادة؟ إيش الحل في هذا الحالة الطبية؟ ممتاز، سؤالك واضح عبد الله. تفضل دكتور. شوف إذا انقطع إصبعه نهائيا، صح؟ أيوه. شو الإجراء اللي يحافظ على القسم اللي انقطع؟ مظبوط هيك قصده؟ بالضبط. أيوه طبعا بده يحفظ ويجيب ويحطوا. نحن في مادة يعني بده يحطوا بده يحطوا بشيء يكون يسكر عليه، يعني ما يتعرض كتير للهواء، عرفت علي كيف؟ يحطوا بأي حافظة، خلينا نقول ايوه بأي حافظة. تمام. وإذا طبعا هلا هو إذا تكون عنده مي أو شيء مي نظيفة أو شيء يحطه في المي، ما في مشكلة. حلو. ويجيبوا معه، لأنه أنت عندك الخلايا بتدل 24 ساعة ممكن، يعني لأنه تقريبا من 24 إلى 48 ساعة ممكن يلزقوله يرجع يخيطوله يعني. جميل. فأي طبيعي لازم يحفظه ويجيبه معه على المستشفى أكيد ضروري. حلو. هذا الإجراء الصحيح في التعامل مع العضو المنقطع، خاصة مثل الأصابع زي ما ذكر الدكتور، لأنه بتبقى 24 ساعة تقريبا. نعم. فبإمكان إن شاء الله الأطباء التعامل مع هذا الموضوع بطريقة أفضل. طيب دكتور أخيرا نبغى نسمع منك كذا نصائح ختامية، يعني نختم فيها حلقتنا، فإيش النصائح اللي بتوجه لكل الناس فيما يتعلق بطب الطوارئ وتعامل هؤلاء المرضى القادمين للطوارئ؟ يعني أنا ممكن أوجه بعض النصائح خاصة بما يتعلق في الأطفال، يعني عادة هذا اللي نحن أكثر شيء نشوف الأهل جايين ومزعوجين وخايفين، فخاصة ارتفاع الحرارة الشديد عند الأطفال والتعامل معه مباشرة قبل ما يجي على الطوارئ، مشان ما يعني ممكن يكون المسافة بعيدة عن الطوارئ، البيت عن الطوارئ، فأول شيء لازم يعملوه مشان يضمنوا انه الطفل ما يصير عنده تشنجات او شيء. طبعا الطفل لازم ينعطى دواء، يكون دواء الحراره موجود في البيت. انا بتصور كل الناس يعني اللي عندهم اطفال اكيد عندهم ادويه حراره في البيت 100%. فطبعا الولد يعطوه جرعه دواء الحراره اللي هو الفيفادول ولا الادويه الثانيه مع كمادات ميه، يعني مثلا افترض حراره المرض الطفل 40، نعطيه دواء الحرارة، إذا كان عنده استفراغ كتير ممكن نعطيه تحميلة. ونبلش دغري مباشرة كمادات مية، مية عادية لا من الثلاجة ولا شيء، مية عادية كمادات كذا، يعني 3-4 كمادات تحط على الجبين وعلى الإيدين وعلى الرجول من تحت. وتتغير خلال نص ساعة الحرارة اللي على طول، والولد بيرجع لحرارته الطبيعية. لأنه أنا إذا كطبيب أطفال إذا أجا عندي مريض على الطوارئ وحرارته كذا 40 ولا 39
مباشرة حأعمل زي ما هلا أنا كلمت زي ما حكيت حأعطيه ولا الحرارة مباشرة حبلش أعمله كمادات. ليه؟ كمادات المية هي أضمن طريقة لنزول الحرارة وأسرع طريقة. ممتاز. فهيدي طبعا بالنسبة للحرارة. طبعا في استنشاقات كتير يعني في نصائح كتير خاصة عندك بالنسبة للأطفال يعني إذا الطفل تعرض لإسهال واستفراغ كمان المفروض كيف يتعاملوا معه الآن إنه يعطوه سوائل كميات بسيطة شوي يعني كل 10 دقائق مقدار ملعقة كبيرة لبين ما يوصلوا للطوارئ. ممتاز. طيب بهذه طبعا النصائح الختامية نشكرك دكتور على وجودك معنا وطرحك الطرح الجميل هذا فيما يتعلق بطب الطوارئ وبالتحديد تحدثنا أكثر عن طب طوارئ الأطفال، فشكرا جزيلا لك دكتور. حياك الله يا هلا بك. يا هلا. الله يعطيك العافية دكتور فاروق علي استشاري طب الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر، شكرا له وشكرا لكل الأشخاص اللي استمعوا لحلقتنا، حتلاقونها إن شاء الله موجودة على اليوتيوب بإذن الله، اكتب في محرك البحث الخاص بيوتيوب إذاعة ألف ألف، سوي اشتراك للقناة وتابع كل حلقات البرامج المختلفة اللي بنقدمها في إذاعة ألف ألف. إن شاء الله لحظات معينة لحظات معدودة إن شاء الله حنقرأ معاكم موجز الأخبار وبعد كذا حنكون معاكم في برنامج من حقك القانوني، انتظرونا واستمتعوا بباقة البرامج اللي بنقدمها في إذاعة ألف ألف. نشوفكم على خير إن شاء الله في برنامج طوابع الأسبوع القادم في أمان الله.